وش فيكم تناظروني كذا؟ يلا كل واحدة تروح تشوف شغلها. يلا يما نبي نسلم عليك. ليه؟ أحد قال لكم إني بهاجر؟ بالكثير يومين وراجع. يا ما تروحين تجين بالسلامة، بس هذا ما يمنع نسلم عليك. طيب تمين نفسك إن شاء الله. يومين ها؟ بالكثير يومين إن شاء الله. يما حبيبتي انتبه على نفسك. يا فيبي، فيبي تعالي يلا كلمي حافظ، قولي له خليه ياخذ الشنطه ويجهز السياره بسرعه. السلام عليكم. صالح شلونك يا ام سلطان؟ ما اقدر اقول لك تفضل ولا اجلس معك لان عندي مشوار ضروري ولازم اروح اخلصه. عندك مشوار ضروري ولا مسافره؟ يا فيبي يلا قدامي. رجع الشنطة يا فيبي، روح انتي خليها. اجلس يا ام سلطان خلينا نتفاهم. ما بينا تفاهم. اجل اسمعي. انت اللي تسمع. اذا عندك شيء جديد بتقوله اهلا وسهلا. لاني عارفة انت ما عندك شيء. واذا تعرف ان عيالي وجاي تقولي وينهم فيه تقول لي عشان اجيبهم مع اخوهم سلطان. ولا ناوي تسافر معي وخايف علي؟ واذا على هالاثنين اللي وصلوا لك الاخبار اول باول مثل ما وصلوا لك خبر الفيلا جاي تقنعني وتخليني اغير رايي؟ لا. وانت عارف اذا انا صممت وخليت شيء براسي بسويه. والحين اللي براسي ارجع عيالي وبس. الحين لو سافرتي وتعبتي انت ضامنه انه يرجع معاكي؟ بتشوف بكره بيرجع. يا ام سلطان تعوذي من ابليس. اقعدي مع بناتك لين يرجعون عيالك، لا تخربين على عيالك. جابر لو درى انك سافرتي عشان ترجعين سلطان انتهى كل شيء. بالعكس هذا هو المطلوب، هذا اقل شيء قدم البدر. اشوفك على خير يا فيبي. يلا هاتي الشنطه قدامي. خلاص سافرت. هذا امك وهذه طبيعتها. يلا تتسهل الامور ان شاء الله. ان شاء الله. اذا بغيتوا شيء كلموني. ابد ما تقصر. طب تفضل اشرب شيء غالي. مالي نفس.